الفلكلور السعودي الذي بدأ مع نشأة الدولة السعودية حاضراً في ميادين التعليم. مدرسة الملك عبد العزيز في بريدة بدأت يومها الأول بعد إجازة اليوم الوطني بالعرضة السعودية بعد إقرار وزارة التعليم على طرحها في مدارس التعليم العام. بعد إقرار وزارة التربية والتعليم توضيح وتكون معروفة لدى الطلاب العرضة النجدية، أبدأ استعداد ورائد النشاط أستاذ عبد الله الضالع لتعويد أبنائنا الطلاب على العرضة النجدية، وكانت من أجل تعريفهم بهذه العرضة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم. قدم العرضة النجدية استعنت به، جو يطربون الطلاب ويدربوني معهم، فإقبال الطلاب وزملائي الطلاب على هذه العرضة شجعتني كثير، فرحة عظيمة لدى الطلاب هذا المناسبة الكريمة، وخاصة عندما عرضنا على الطلاب العرض جميع الطلاب أرادوا وأحبوا أن يشاركوا بالعرضة هذه. العرضة السعودية تراث تناقلته الأجيال لتصبح من أهم فعاليات المناسبات والاحتفالات، وبدأ التدريب عليها في المدارس السعودية للحفاظ على هذا الموروث الثقافي. العرضة النجدية لها تراث وأصالة منذ سنوات طويلة على أيام المرحوم والدنا جميعنا الملك عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه. صراحة علمنا كيف العرضة، قعدنا نكون حوالي 3 أيام تعلمنا وتقلنا يعني العرضة بشكل يعني جيد، بس مع البدايات والتعليم أحسنت يعني، وعندي الوالد وعندي جدي الله يحفظهم ويرعاهم كانوا يتعلمون، كنت أتعلم معهم يرقصون وأرقص معهم في العروس، فحاولت إلى الحين ما شاء الله وصلت إلى الحسن، والشيء اللي أوصل له كان ودي أوصل له من زمان. سمعاً وطاعاً تحت بيرك سيدي، هذا ما تختتم فيه العرضة السعودية، فكانت رمزاً وشعاراً للتوحيد والبناء. أحمد العثمان، MBC بريدة.